بنتابع دلوقتي نشوف تقرير عن علماء الجيل القادم في أكاديمية البحث العلمي. نشوف التقرير ده ونروح لفاصل، وبعد الفاصل على طول حوار مع الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة في وعضو لجنة المهاجرين بالأمم المتحدة في حوار شامل. هنبدأ بحديثنا عن الحادث الأخير، حادث مركب رشيد، ثم نتطرق للوضع الاقتصادي بشكل عام في مصر، للقوانين الجديدة الخاصة بالعمال وبالهجرة وغيرها من الأمور. استنونا ولكن بعد هذا التقرير والفاصل. علماء الجيل القادم وبرنامج بيأهل ويدعم شباب الباحثين للحصول على درجة الماجستير، وطبعا بيأهلهم فيما بعد لسوق العمل وبيضيف لهم كواليفيكيشنز وقدرات كتيرة جدا. أثناء البرنامج التدريبي الطالب بيحصل على برنامج تدريبي متكامل في المهارات العامة والمتخصصة، المهارات الفنية، بياخد شهادة من دبلومة ICDL، بياخد دورات في اللغة الإنجليزية، دورات مكثفة، وبتقدري حضرتك تقولي إن هو بيحصل له تنمية شاملة على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. طبعا على السايت بتاع الأكاديمية موجود كل حاجة، فبحثنا عليه وفضلنا متابعين لحد ما جه فترة التقديم. ازاي اختارونا وكده، كان في بعض الأسس موجودة زي التقدير بتاعنا أول حاجة، تاني الخطة البحثية بتاعتنا بتعتمد على كذا نقطة مقسمينها عليها لازم تكون شاملاهم، تالت حاجة طبعا كانت الشهادات اللي احنا خدناها بجانب شهادة الإنجليش، ان احنا عدنا السكور بتاع التويفل المطلوب. لما تكون منحة موجودة في بلدي بتبقى أكبر من ان انا اخد منحة خارج بلدي، فكان السبورت بتاعي ان هو طبعا المبلغ يعني 60,000 جنيه طول 30 شهر، وكمان 24,000 جنيه يصرف على البحث العلمي نفسه اللي هو على الرسالة، وغير كده كمان طبعا في تدريبات تكلفتها 10,000 جنيه. كنت متوقع ان انا هتعلم حاجات عادية او ممكن تكون حاجات تقليدية زي ما احنا اتعلمنا في الجامعات المصرية، بس ده طبعا اللي ما حصلش، واحنا اتعلمنا حاجات موسعة بشكل كبير جدا في كل المجالات، سواء في مجال العلوم او الادارة او التخطيط او في مجال المهارات العلمية او البحث العلمي. فرصة ان احنا المتميزين فيهم ان احنا نأهلهم ويبقى فيهم هذا النوع من هذه اللقاءات. انا احيي اكاديميه البحث العلمي على هذا يعني الدور المتميز الحقيقه، ودي حاجه زي ما احنا شفنا النهارده، احنا اتكلمنا في طروحات سياسيه بنفهمهم من الامن القومي، والمرحله الجايه هنجاوب على كل التساؤلات.